بسم الله. هسه راح نبلش شرح السمبليفيكيشن للقوة والمومنت بشكل عام. هسه أنا لو عندي نظام نظام علي يعني نظام يعني بيم مثلا جسر كمكم أخذتوا جابتر خمسة هسه بيعرفوا شو البيم واللي أخذوا التراس بيعرفوا شو التراس. لو عندي بيم أنا بن سبورت مثلا عليه رولر سبورت عليه مثلا لود بيك لود مايل بناوية عليه كابل مش كابل عليه كابل مومنت مثلا عليه لود موزع لما ناخذ لود موزع كمان شوي زي هيك. هذا النظام لو تظل انا اشوفه زي هيك مش انا احسب عليه قوه كم بحسب مومنت كم كذا اشكه يعني شوف يعني حلو هيك النظام يكون انا مليون سهم ومليون قوه ومليون لود. راح اقول لك لا بس هذا النظام بقدر ابدله اعمل له ريبليس اعمل له تبسيط اخليه اسهل ومنظره حلو بدل بقوه محصله واحده وبمومنت واحد. يعني هذا النظام بقدر اخليه يساوي هذا النظام بقدر اخليه يساوي عباره عن مثلا بيم اضع عليه بين رولر بنفس الابعاد وعليه مثلا فورس واحده فورس محصله فرضا تطلع هيك مثلا بالمومنت مثلا مقداره هيك على نفس المكان طبعا يعني هاي بنرسمها افضل على نفس المكان هون بقدر احطهم هون بقدر احطهم في مكان بقدر انه ابدل كل هذول بقوه بسهم مومنت سهم. طيب كيف بدي ابدلهم شو خطوات الحل؟ بكل بساطه انا فعليا بدلته من نظام في قوه يعني فورس سيستم ل equivalent system يعني نظام محصل نظام بيعادله بالقوة بالمومنت بكل شيء بالمسافات. فأنا لما أبلش أعادل بين نظامين يعني القوة اللي هون تساوي القوة اللي هون. طيب متى بتكون القوة متساوية؟ يعني مش تقدر تكون متساوية لأن يعني لو عندي قوة زي هيك وقوة زي هيك متى إني بقدر يعني كيف بقدر أجمعهم وأطرحهم؟ المحصلة تمام. أنا بدي المحصل أنا إيش بعمل؟ بعمل بكل بساطة امسك النظام هذا اللي عندي اعمل له سيجما اف اكس شابتر 2 طبعا مش شابتر 3 تحكي تساوي 0 لا سيجما اف اكس بس يعني اجمع القوة على الاكس طبعا افرض له محور مثلا هيك الموجب انت راح تمسك تقول له سيجما اف واي بعدين بتقول له المحصلة تساوي الجذر التربيعي اف اكس تربيع زائد اف تربيع بعدين بقول له كم الزاوية اللي بتميل فيها. طبعا شغلة الزاوية كم بتفيل فيها مش مهمة بس احنا للاحتياط كله ثيتا تساوي تان انفرس. هذا شابتر 2 شرحناه بالتفصيل بشابتر 2 يعني بطبق شابتر 2 كامل ايش على هذا على على هذا الشيء. طبعا سواء 2 دي او 3 دي باخذ سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما اف زد اف ار بسوي الاف اكس تربيع زائد اف واي تربيع زائد اف زد تربيع واذا عندي القوة على احداثيات بتطلع البوزيشن فيكتور والنت فيكتور. يعني انا فعليا بمسك شابتر 2 بحطه بخطوة واحدة ما انفرس الاف واي على اف اكس هيك بس نقدر نحكي اول خطوه. هيك مسكنا نظام الفورسز هذا اسمه ايش الفورسز فورسز هذول الفورسز. وعليكم السلام ورحمه الله كيفك عبد شو اخبارك زمان مبلشين؟ لا 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 على السريع ما تخافش مسجل الريكورد تعالوا الدقيقتين اللي بلشناهم لسه ما بلشناش لما نحل امثله بترجع تعرف شو عملت تمام. هذول الفورسز هذا نظام القوى بدلته يعني انا هذا هسه لما طلعت معي قوه وكان ثيتا فانا البيم صار عندي زي هيك مثلا وعندي القوه فرضا قوه موجبه مش شرط هي مش الرسم اللي فوق بس احتياط يعني هيك وهي هي الزاويه ثيتا وهي هي الزاويه ثيتا تمام. انا هيك بدلته كقوه ظل علي كمومنت بكل بساطه المومنت باخذه مكان ما هو طالب. طلب مني ريبليس ات بوينت ايه مثلا اخذ المومنت عند ايه طلب مني ريبليس ات السهم هذا اخذ له مومنت عند هذا السهم طلب مني ريبليس عند الرولر له ريبليس هون باخذ له المومنت هون. فبالتالي انا باخذ مكان ما بده المومنت يعني المومنت تبديله مكان ما بده. اما كقوه القوه معادله ثابته شابتر 2 بتمسك شابتر 2 وبتحطه. هذا هيك هو السمبليفيكيشن العادي. هسه بنحط عليه مثال ونشوف كيف عن الفارثر اللي هو السكشن اللي بعده نفس الشيء. هسه نشوف كيف هاي بقول له عندي مليون قوة زي هيك مثلا كامل 3D فآخر شيء حولهم لقوة مومنت
هاي مثلا بدل اللودات للإشارات بدلهم آخر شيء بلود وإشارة واحدة هون مشان يصير متزن، مشان إنه تصير القوة جاهزة من عند الأون. مش مشكلة هذا السؤال ولا هذا نفس الإشي. شوف هذا أقول لكم هذا والله ما بشر عندي هذا السؤال اللي replace the force and the cable system بالفيجر هذا. طبعا هذا الفيجر ما بيكون معك تمام، هذا الفيجر ما بيكون معك الفيجر بعد الحل solution يعني. لك ريبليس قال لي وين هاي نقرا السؤال equivalent بده اياه تبدله resultant force resultant cable moment. cable moment السكشن اللي قبله لي وين عندي البوينت او بمسك او هاي او. فبروح بعمل اول خطوه شو حكينا هسه بدي اخذ سيجما اف اكس سيجما اف واي. طب كيف بدي اخذ سيجما اف اكس سيجما اف واي؟ بدي امسك شابتر 2 اشتغله كامل. بتطلع بلاحظ عندي هون الثلاث نائمه مع محور اكس، فاذا هاي كوساين 30 يعني 3 كوساين 30 وهاي 3 ساين هي على الجنب على الشكل الجنب. انا مش راح اكمل كتابه هاي وهاي. طيب بروح على هاي 3 4 5 3 4 5 دائما بتطلع 3 باخذ القوه على اكس. ايش باخذ عندي 3 على 5 طلع 4 4 5 4 على 5 تمام هي 4 على 5 3 على 5. شو عملت انا؟ حللت القوى. بس ايش بعمل؟ بعمل سيجما في اكس تساوي 0 سيجما في واي تساوي 0. ايش بقول له؟ هيا 3 كوساين 30 زائد 3 على 5 في 5 دقيقة بس هسا نكمل بس صار شغل يعني اضطريت اوقف. فباخذ مجموع القوى على اكس، فعندي 3 كوساين 30 وعندي 3 على 5 في 5 صار عندي قوة على اكس. لا ما صار عندي قوة على اكس، بجمعهم تطلع معي ناتجهم لليمين. خليها كم تطلع حسب الحل؟ تطلع معي 5.6 5.6 لليمين. طيب بروح على السيجما اف واي، سيجما اف واي في عندي 3 ساين 30 عندي سالب 4 على 5 في 5 عندي سالب 4 اجمعهم تطلع عندي 6.5 لتحت او سالب 6.5 ف 6.5 فين لتحت. فانا ايش هيك عملت؟ طلعت سيجما اف اكس طلعت سيجما اف واي. طب شو الخطوه اللي بعدها؟ اقول له ايش؟ في الار اللي هي الجذر التربيعي. لا 5.6 تربيع زائد 6.5 تربيع تحت الجذر. شو بتساوي هاي؟ هاي بتساوي تساوي 8.6 تقريبا، تساوي 8.6. فانا هيك ايش عملت؟ هذا كلياته اللي عملته انه تحليل اف اكس اف واي، والمحصله طبعا مع الزاويه الثيتا مع الثيتا بتطلع معي 6.5 على طبعا هسه 6.5 طلعت معي لتحت، وال 5.6 طلعت معي لليمين. فاذا الثيتا يطلع معي ايش؟ هاي الثيتا تمام، هاي الثيتا. فايش هسه هو بده اللي اعملها ريبليس ات بوينت او. فانا هسه نظام القوى بهذا الشكل، انا شلت القوى هذول شلتهم وبدلتهم بقوه واحده، طلعت معي قوه زي هيك مقدارها 8.6 تقريبا، هي 8.58، وطلعت معي بزاويه ثيتا اللي هي هاي الثيتا محطوطة 49.3 49.3. هذا معنى الريبليس. هيك أنا عملت ريبليس لمين؟ لنظام الفورسز. هسا ريبليس للنظام المومنت. نظام المومنت بيحكي لي وين طلب مني أوجد عند بوينت أو. إيش بعمل أنا؟ بروح بأخذ المومنت عند أو، بروح بقول له 3 ساين 30 بكم؟ بهاي المسافة، القوة السهم هذا فوق في المسافة من أخذ الأفقي.
ثلاث ثانية 30 في بوينت، وكيف اتجاهها تعمل لي هاي راس السهم وهاي النقطة. شو بتعمل لي؟ بتعمل لي مومنت زي هيك، هي بتعمل لي مومنت زي هيك. اذا هاي ايش؟ عكس عقارب الساعة، بفرضها موجب 3 ثانية 30 في بوينت 2، كله 3 كوساين 30 القوة أفقية في المسافة من أخذ عمودي، 3 كوساين 30 في المسافة هاي كان بوينت 1، بتعمل لي عكس ولا مع راس السهم وهاي النقطة امتدادها، فكيف بوصل بينهم؟ بوصل بينهم زي هيك. فهاي كم؟ مع عقارب الساعة، بقول له سال، بعدين بقول له الأربعة على خمسة في خمسة في المسافة هاي كاملة، كم هاي بوينت 5؟ بتعمل لي كيف؟ بتعمل لي مع عقارب الساعة برضو سالب، والأربعة نفس الإشي، والثلاثة على خمسة في خمسة نفس الإشي، بيطلع معي المومنت آخر إشي أيوه بيطلع معي سالب 2.46 سالب، يعني مع عقارب الساعة. فأنا نظام بدلته القوة مقدارها زي هيك، المومنت مع عقارب الساعة زي هيك. هذا معنى الريبليس. قوة الريبليس ثابتة. بنروح نمسك السؤال نطبق عليه شابتر 2 كامل من أساسه لراسه. FX FY محصلة زاوية، منطبقهم سواء 2D أو 3D، شو ما كان السؤال حسب ما نشوف، بس 3D أسهل زي 3D المعقد اللي كان يجينا. تضل علينا المومنت، المومنت منطبقه وين؟ على البوينت O. نمسك النظام كامل، نرجع لأول سكشن بالشابتر، نأخذ المومنت مكان ما بده. إيش بعمل هيك؟ خلص السؤال. هاي F وهاي هي الثيتا، طبعاً إذا هاي F بتكون هاي FY وهاي F. هذا السؤال نفس الإشي، السؤال طلب مني برضه ريبليس ات بوينت او، بروح بمسك سيجما اف اكس سيجما اف 1 500 في ايش بعمل؟ شو اللي بيشبهها هاي؟ 3 3 على 5 في 500 عمودي بتكون 4 على 5 500. عندي 200 لليمين و200 لليسار بيلغوا بعض، سيجما اف اكس تساوي كم؟ بس 500 3 على 5، 500 على 500 في 3 تطلع معي 300 على الإكس. طيب وبالنسبة للواي عند 750 لتحت وال 400 لفوق، فبطلع معي 350 لتحت، 350 لتحت. المحصلة بدها تكون في هيك شكلها، طبعا 350 تربيع زائد 300 تربيع، وهي الزاوية ثيتا اللي بتطلع. بعدين باخذ المومنت عند O. هسه هذولا قوتين مساويات بالمقدار ومتعاكسات بالاتجاه، شو بسموهم هذول؟ بسموهم كابل مومنت. بيعمل معي F، بيعمل معي مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. فهي 200، فالمومنت عند O بده يساوي 200 سالب 750 في 1.25، بعدين هاي في 2.5، بعدين هاي في 1. بطلع معي قيمة المومنت هذا، بطلع معي 37.5. هاي السيجما اف اكس 300، سيجما اف واي 350، اف ار هيها ثيتا هي طلعتها، بعدين السيجما مومنت. كلمة سيجما مومنت هاي انها كابل مومنت، ما في داعي انه هذا القانون احفظه هيك زائد هيك، لا خلاص بحفظ بحل. انا فاهم فهم اني بمسك كل القوى اللي بالنظام بحطها وين؟ على او. انا خلاص مش قصد مش شرط اني احل هذا كابل مومنت، بقدر احكي هاي المسافة مثلا نص وهاي نص، 200 في نص 200 في نص بالغوا بعض عادي، تمام؟ فانه مش شرط انه كابل مومنت، انه فهي فعليا 200 عكس عقارب الساعه موجب، وبعمل حلل بيطلع معي 37.5. فهذا هيك الريبليس. طب سؤال 3D، سؤال 3D انا شغلي بال 3D نبي عليها، كوني انا مش رحت لكم ايش ال 3D قبل هيك. عندي كان سهم زي هيك، عليه سهم زي هيك دوران، انا انه هذا السهم مومنت مش فورس، هذا مومنت مش فورس. هيو شو عمل لي هون؟ اعطاني سهم وعليه مومنت مقداره 500 نيوتن متر. فهي لما احللها كوساين وساين سكن طلعت ام اكس ام زد او ام واي ام زد. فسؤال 3D حكى لي ذا ستراكشر ممبر از سبجكتد ذا كابل مومنت ام، هيو مقداره 500، الفورس اف 1 واف 2، هاي الاف 1 والاف 2 اللي ريبليس عند البوينت او، البوينت او تحت هيها. شو بكل بساطه بقول له؟ بطبق له سيجما اف اكس، بروح له على اف اكس، هاي الاف 1، اف 1 بتعمل شيء على الاكس؟ لا ما بتعمل شيء على الاكس. طيب الاف 2 بتعمل شيء على الاكس؟ الاف 2 هاي هيك سهمها ومعطيني احداثيات، معطيني احداثيات، هاي الاف 1 وهي الاف 2، القوه خط عملها سي بي، فبطلع احداثيات سي، بطلع احداثيات بي، بطلع يونت فيكتور، فبطلع معي فورس تاع
تبعت الافتو تمام. طلعت الافتو طلعت الاف 1 بطبق سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما اف زد طلع معي هي اف 1 زائد اف 2 والمومنت اللي معي المومنت اللي معي هيو المومنت اللي معي عمل لي 3 4 على 5 على محور واي السالب ضد الموجب. فايش عندي المومنت بده يكون مقداره الزد على الواي بده يكون اللي بيشبه الواي 4 بده يكون 500 في 4 على 5 طبعا سالب جهات تكون 500 في 3 على 5 ايوه سالب موجب سالب موجب 100%. هاي المحصله هاي بعدين باخذ سيجما مومنت عند او بمسك سيجما مومنت عند او مش شرط احل زي هيك هاي بقدر ابدلها مصفوفه اشتغلها مصفوفه عادي تمام بقدر اشتغلها مصفوفه شو اختصرها هذا طبعا كابل مومنت فبجمعه جمع كابل مومنت بجمعه جمع اما الفيكتورز بضربها بعدين باخذ المومنت حول او امسك بطبق هاي السي بي اخذ المومنت عند او فباخذ اي مسافه بين خط عمل القوه او ايش مثلا باخذ ار بي ار او بي ار او بي في الاف 2 مركباتها بيعطيني المومنت عند او للاف 2 اف 1 باخذ المومنت عند او بيعطيني الفورس اللي بتعملها اف 1 قديش تعمل مومنت هاي على الاصابع راح لكم الاصابع بعد هيك والمومنت هذا بجمعه جمع بطلعهم بطلع ايش الريبليس فبيطلع معي نظام زي هيك عادي ال 3 دي نفس ال 2 دي لو ما بدك تتخيل شكل لا شيء ببساطه انت بدك تمسك شابتر 2 وتطبق عليه كل قوانينه هيك بتعمل ريبليس للفورسز بعدين بتمسك شابتر 3 شابتر 4 بتطبق المومنت مكان ما بده. هاي اسئله كثير على هذا الموضوع ريبليس 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 كلهم نفس النص وكلهم نفس الفكره امسك هذا بدي اعمل له ريبليس هذا بدي امسك اعمل له ريبليس بحلل هاي اعطاني هذا المثلث ليش عشان اعرف شو الزاويه اللي بتميل فيه بتميل بزاويه 3 4 5 فاذا هاي تاخذ 3 على 5 وهاي تاخذ 4 على 5 وبحلل سيجما اف اكس سيجما اف واي وسيجما مومنت عندي الاي وبخلص معي السؤال هاي كول الشابتر ريبليس زي هيك نفس الشيء بده المومنت عند او عندي الاف 1 عمل لي مومنت حول الاو عمل هسه هاي على الاصابع بحط اصبعي او بدون اصابع بشتغلها عادي مصفوفه لو بدي الار خذ ار او اي واخذ هاي الاصابع ما تزبطش هاي لانه مش حول محور بشتغل انا بشتغل حول نقطه حول محور بنشتغل اصابع بس هاي 75 مومنت مش فورس فما فانت بقول لما تجمع الفورسز عند سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما اف زد وهاي بروبلم كثير برضه هذا الموضوع اذا حابين احل لكم بروبلم واحد منهم بحل عادي او بعد ما نخلص اذا بتحب بس هسه خلينا نبلش بالفارثر الفارثر سمبليفيكيشن هو نفس اللي قبله بس بطلبش عند نقطه معينه لا بطلبها على اي طول من البين بطلبها على اي طول بطلبها على اي طول من البين كيف يعني يعني لو انا عندي البيم هيك تمام هذا اسمه ايه هذا اسمه بي كل بيم عندي فبطلبش مني مثلا at point A بطلبش مني at point B بطلبش مني مثلا at point C شو بطلب مني بطلب مني على اي مكان بالبيم يعني بطلب مكانها بالضبط بطلب مكانها بالضبط يعني بده الفورس تطلع معي مثلا هيك بدون مومنت ما في مومنت هون ثيتا مثلا وايش عندي دي هاي المسافه المجهوله دي هو بحكي لي اوجد لي دي هسه ليش ما في مومنت ليش ما في مومنت شغله بتاخذوها بالماده اللي بعدها ان شاء الله اسمها السنتريسيتي لودينج ببساطه انا بدي اشرحلكم بالموضوع ببساطه بحكي لي انا او بدي اشرح على 2D تشرح 3D عندي مثلا عطي هيك شو توصلكم فيها بس اقول لكم ليش ما فيش مومنت عندي مثلا هذا محور هذا محور مثلا اللود عندي هون لود عندي هون تمام انا ما احسب دائما بالحياه العمليه لازم احسب حول السنتر
فأنا هذا اللود بدي أمسكه وأحطه بالسنتر بكل بساطة. لود لما هذا بدي أمسكه بترجع أحطه بالسنتر لونه بالأسود. صار اللود وين؟ على السنتر. تمام؟ طيب بس هذا اللود معقول قيمته بدها تكون زي هذا؟ قيمته زي هذا. أنا منطقي يكون اللود هون هون بيأثر نفس التأثير؟ لا ما بيأثر نفس التأثير. فمشان يصير نفس التأثير بكل بساطة المسافة هاي اضربها بقيمة اللود اعطيني ايش؟ اعطيني مومنت. اعطيني مومنت. فأنا إذا بدي أنقل تأثير لود لنقطة تأثير لود. نعم حب والله أنا أعذرني أنا بدي أطلع حب في وراي والله شغلة. مش مشكلة يا حب. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. سلم سلم. الله يسلم. فانه بدي تاثير لود على نقطه فايش بنتج؟ بنتج دائما عندي ايش؟ لود مثلا ومومنت. اما لو انا بدي تاثير اللود على المحور نفسه خلص المومنت بروح، يعني المومنت نتج عن هاي وطارت هون. فمسافه الانتقال هي مسافه المومنت. هسه بتشوفوا لما نحل في الدي بتطلع معنا. تمام؟ يعني هاي تفسير للمواد اللي قدام اخذوها، شايف فكره المومنت واللود انه ليش ما فيش مومنت. فاضر سمبليفيكيشن على اكزامبل مباشره اكزامبل قبل فاضر سمبليفيكيشن بكل بساطه شو بحكي لي؟ بحكي لي بدل القوة الكابل سيستم بس النقطه فاسه يعني على مكان موجود المسافه هي وير ذا لاين انترسكت، يعني وين بتقاطع اللود مع النقطه مع البيم، البيم اي بي كان فريم عندي بقول لي مثلا هاي او هاي. انا شو بعمل؟ اس جاب 2 سيجما اف اكس سيجما اف واي. ما في داعي اطلع زاويه هون. تمام؟ ما في طلع زاويه الا اذا هو طلع ممكن يطلب. فايش بعمل عندي بهذا السؤال؟ حلل هاي 3 على 5 في 8، هاي 4 على 5 في 8، هاي 4 لتحت، باخذ المومنت عند او بتعمل لي مومنت مع عقارب الساعه بنص، تعمل لي مومنت عكس عقارب الساعة تعمل لي 4.5، وهي 15 تعمل مومنت وحيرو. أنا ما بديش أعمل مومنت، أنا قصدي إنه كيف بعمل مومنت. فإيش بعمل أنا؟ سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما اف زد. طلعت أنا هسه طلعت أنا إيش؟ طلعت الاف اكس والاف واي. تمام؟ روح أنا برسم البيم، برسم البيم زي هيك. انا بدي اكتب شغله، بدي اسمي النظام اللي بالسؤال رقم واحد والنظام المحصل اللي انا بدي اطلعه سميه اثنين. تمام؟ انا سميت هاي واحد وسميت هاي اثنين. هسه انا واحد بيساوي اثنين، يعني واحد بيشبه اثنين، ما احنا اتفقنا عليه بالسكشن اللي قبله، واحد بيشبه اثنين. طيب بما انه واحد بيشبه اثنين معناته المومنت عند اي مكان بالاول بيساوي المومنت عند اي مكان بالثاني. هسه انا هون طلعت القوة، طلعت معي الاف اكس 4.8، طلعت معي الاف اكس 4.8 لليمين، شلون ارسمه مره ثانيه، طلعت معي زي هيك، وطلعت معي الاف واي 2.4 على فوق، طلعت معي زي هيك. تمام؟ طلعت معي 2.4 4.8 قصدي 2.4، وهي النقطة او وهي النقطة O. هسه شو حكالي؟ حكالي أوجد المسافة المقاسة من O. بكل بساطة عشان أوجد مسافات دائما أي شيء بخص المسافات معناها مومنت. الدايناميك أي شيء بخص المسافات معناها شغل كونه حركة. بالستاتيك مومنت، بالدايناميك إن شاء الله تأخذوا مسافات شغل. هسه أنا نقطة هاي هو طلبها أي مكان بهذا البيم، أي مكان بهذا البيم، فأنا ما بعرف وينها فبفرضها مسافة مجهولة. افرضها مسافة مجهولة فبفرض هاي المسافة مثلا ايش؟ افرضها اكس ودي بسميها دي. طيب انا كيف اوجد هاي دي؟ ببساطة وانا مع المومنت عند او وانا مع قيمة الفورسز بقدر اطلع دي، صح ولا لا؟ بتقول لي صح. معناته باخذ سيجما مومنت عند الاو يساوي 2.4 في دي 2.4 دي. ال 4.8 بتعمل مومنت؟ لا ما بتعمل مومنت. طب هاي شو بدي اسميها؟ شو بدي اسويها؟ سويها بالمومنت عند او. بالمومنت عند او كم؟ ببساطه بروح على النظام، كم النظام الاصلي
واحد بيساوي اثنين انه النظام الاول بيساوي النظام الثاني، فمعناها المومنت عند الاو بده يساوي المومنت عند الاو. المومنت عند الاو بالنظام المحصل هي 2.4 في دي، فالمومنت عند الاو بالنظام الاصلي احسبه وبيطلع معي، بيطلع معي مش مكتوب 4.5 × 1.5 = 15، 4 × 1.5 سالب 6 سالب 15 سالب 21 تمام، طلع معي سالب 21 مستحيل 21 سالب مش مشكله. اه في زائد وموجب تمام تمام. فما بعرف كم بيطلع، المهم بيطلع بطلع قيمه المومنت عند او تساوي مثلا فرضا طلع 5 بقول له دي تساوي 5 × 2.4. فانا هيك يعني فكره الفارتر زي السمبليفيكيشن العادي. شو الفرق بينهم؟ ببساطه امسك نظام اول ونظام ثاني، النظام الاول بحسب له المومنت مكان ما بده، النظام الثاني بحسب له المومنت برضه مكان ما بده، بس النظام الثاني مع مسافه مجهوله، النظام الاول معك كل شيء بس. فهذا بنشرح على بالعاده شيء اوسع على الفريم، على الفريم. لو عندي هذا السؤال، هذا السؤال كثير ناس بيسالوني عنه. كل بعض السؤال جيب كرين، شلون شو جيب كرين بالفكر هذا، كل سبجكت تو ذكري بلانر فورس بليز ذا لودينج باي ذا ايكويفالنت ريزلتنت فورس اند سبيسيفاي وير ذا ريزلتنت لاين اوف اكشن انترسكت كولوم بي او بي سي. يعني بيقول لي هذا السؤال بيقول لي انا بدلت نظام القوه تمام، اشرح السؤال. او اذا شفت سؤال زي هيك، وهذا السؤال راح يجي زيه بالامتحان، انا متاكد راح يجي زيه بالامتحان. قال لي هذا السؤال، قال لي وين بتقاطع مع اي بي، يعني هذا اي بي، وين بتقاطع مع بي سي، وين بتقاطع مع بي سي. فانا ايش بعمل؟ بروح بمسك ببساطه وين بتقاطع مع اي بي، وين بتقاطع مع بي سي. مش بشتغل على اي بي لحاله، او مش بشتغل على اي بي لحاله، بشتغل شابتر 2. زي بنرجع اي سؤال في ريبليس بنمسك شابتر 2، طبق سيجما اف اكس، طبق سيجما اف واي تمام تمام. كم بيطلعوا؟ بتطلع معي اف اكس 325 بتطلع معي هذيك 206. انا بدي ارسم النظام لحالي، نعتبر نغشش الكتاب. عندي هاي وعندي هاي تمام. قال لي نقرأ انا السؤال، قال لي وين بتقاطع مع اي بي، وين بتقاطع مع اي بي. شو بعمل؟ بمسك الاي بي، هاي الاي هاي البي، شو بعمل عنده؟ بروح بحط هاي مثلا بفرض نقطة مجهولة بعرف شو وينها مثلا هون. شو بعمل؟ بحط له هاي سيجما اف اكس، بحط له هاي سيجما اف واي. كيف طلعت؟ طلعت لتحت هيك، طلعت معي هاي، طلعت معي لليسار هاي باليسار تمام. طلعت معي هاي 325 وطلعت معي هاي 260. طيب هذا هو وين بده؟ هو بده بالكولوم اي بي، فبده المسافه اللي بتقاطعها مع اي بي. يعني بده المسافه ايش؟ العموديه. فاذا هاي البوينت اي تمام، فبده كم هاي المسافه؟ هاي المسافه انا سميتها دي. طيب شو حكينا احنا بنعمل؟ ناخذ سيجما مومنت عند الاي، بقول له 260 بتعمل لي مومنت، 325 بتعمل لي مسافه دي. 325 بي تساوي مجموع المومنت بالنظام الاصلي، امسك هذول بعملهم سيجما مومنت عند الاي تمام، بيطلع معي مسافه دي. مسافه دي وين؟ العموديه. طيب بس الفرع الثاني شو طلب؟ الفرع الثاني اذا كانت بتتقاطع مع البي سي، شو بعمل انا؟ برجع برسم السؤال، ايش طلب مني؟ عند البي سي، فروح بحط له الفورسز اللي طلع معي سيجما اف واي سيجما اف اكس، هاي عملت 325 وهاي عملت 260. طيب بده المسافه هاي فعليا، هاي خط عمل القوه، بده المسافه هاي دي تمام. فبده هاي المسافه، شو بعمل انا؟ باخذ المومنت عند الاي، المسافه العموديه، باخذ المومنت عند الاي، بقول سيجما مومنت عند الاي بالنظام الاصلي تساوي المومنت عند الاي بالنظام المحصل. طيب ال 260 تعمل لي 260 دي، طبعا براعي اشارات مع وعكس، وال 325 تعمل لي
عكس هذيك تعملي سالب 325 تعمل مومنت كم مقداره؟ المسافة 5.6 في 11 325 طبعا هاي موجب وهاي سالب تمام. فايش بيطلع عندي؟ بيطلع عندي المسافة دي. يعني ترخيص الريبليس مرة ثانية، ريبليس سواء فاردر او سمبليفيكيشن عادي. سمبليفيكيشن عادي بنطبق شابتر 2 كامل، ناخذ المومنت مكان ما بدنا نعمل ريبليس. شابتر 8 سكشن 8 الفاردر سمبليفيكيشن بيقول لي خذ ال اف اكس واف واي لحالهم، طبعا بقدر طلع محصله بس انه خلص اف اكس واف واي بتكفي، وبعدين بفرضها على نقطه مكان ما بده على الاي بي على البي سي على السي دي على اي مكان، بفرضهم على مسافه مجهوله، باخذ المومنت بالنظام الاصلي، باخذ المومنت بالنظام المحصله على نفس المكان. يعني لو اخذت قلبي اي قلب والله عيد اخر شيء بصوت يقطع، الصوت بقطع. وين بالضبط اخر شيء حكيته؟ انت خلصت اي تبعيت ال اف ار وبعد الاف ار. هسه بالفاردر سمبليفيكيشن بكل بساطه مثلا عندي زي هيك، طب مني اقاطع عند الاي بي تمام، انه اوجد المسافه العموديه، مسافه الاي بي وين النظام المحصل، القوه المحصله عن اي بي. شو بعمل انا؟ امسك السيجما اف اكس وسيجما اف واي بحطهم على الاي بي، حطيتهم تمام. بعدين فرضا بده قاسي من البوينت بي، باخذ المومنت عند بي بالنظام الاصلي وباخذ المومنت عند بي بالنظام المحصل، طلع معي المسافه هاي مثلا. طلب مني مقاسي من اي، باخذ المومنت عند اي فبتكون هي المسافه دي مثلا. يعني حسب شو بطلب. احنا كبروسيجر ثابته، انا شفت سؤال ريبليس حرام تروح علامته، حرام تروح علامته، شو الاشياء اللي بحطها؟ بقول له ريبليس فاردر بالذات سيجما اف اكس سيجما اف واي بحطهم على مسافه مكان ما بده، بده على الاي بي بده على البي سي. ما هي وهي السؤال هسه بدي اروح لكم على كل الاسئله. هاي اي بي ايش بعمل؟ بحط هاي الاي بي بشوفه قدامي، بحط القوه المحصله الاف اكس والاف واي حال، وشو بعمل بعدين؟ باخذ المسافه هاي بده اياها او وين مكانها بالضبط، يعني سواء احداثيات سواء هاي او اللي فوق، ما راح يطلع نفسي بس متممات لبعض، متممات اللي يحتاج. بعدين فرضا طلب مني عند بي سي، بمسك بي سي بحط اف اكس واف واي. الفكره انه باخذ المومنت مكان ما باخذ المومنت بالنظام المحصل، باخذ المومنت بالنظام الاصلي وبس. هاي كل فكره سمبليفيكيشن سواء 3 دي سواء 2 دي. 3 دي مثلا زي هذا، ايوه مش شفنا في 3 دي هذا شوي. هذا سؤال 3 دي شو حكى لي؟ هاي سلاب، سلاب يعني سقف، السبجكت تبرل فورس بس قوة موازية هي قدامي، اللي اوجد الماجنيتود والدايركشن الريزلتنت فورس، وقال لي اوجد وين مكانها. بكل بساطة بما ان كل القوة عندي لفوق يعني باتجاه الزد، فالمحصل اكيد بالزد، يعني مش راح تكون مايلة زي هيك وراح تكون مايلة زي هيك وراح تكون مايلة زي هيك، صح ولا لا؟ كل قوة على زد بتكون كلهم على زد. بكل بساطة بطبق عادي، اعتبرني انا شطب بالمادة بعرف شو اتخيل، كل ما بروح سيجما في اكس شيء قوة، في قوة على اكس لا كله زيرو، ما فاين في قوة على واي لا زيرو، وفي قوة على زد في قوة على زد، في عندي 400 تحت 600 تحت 1000 و500 تحت هي 1500 وعندي 100 لفوق فبيطلعوا 1400، 1400 لوين؟ تحت. فالريزلتنت فورس راح تكون 1400 لتحت. طيب وين موقعها؟ وين موقعها؟ بكل بساطه هسه اضبط تطبق سكشن السكيلر، سكيلر مومنت. هذا الشيء ما شرحته انا قبل بس عادي بشرحه هسه. بده اوجد موقعها. هسه انا عرفت انه الاف ار، احنا حكينا الاف ار نحطها مكان ما بدنا، فهون حطها على مسافه مجهوله على مسافه اكس واي. ايش بده اوجد؟ بده اوجد المسافه هاي واوجد المسافه هاي تمام. طيب بدي اوجد المسافه هاي اللي هي المسافه واي فعليا، المسافه الموازيه لمحور واي اسمها واي. ايش بعمل؟ باخذ المومنت حول محور اكس، باخذ المومنت حول محور اكس. طريقه الاصابع بتقول لي ابهامك باتجاه المحور، اصابعك الاربعه باتجاه الفورس. اذا فالمسافه بتكون ايش؟ عباره عن كف ايدك، كف ايدك. فانا لو بدي اخذ لهذا النظام المسافه او المؤمد حول محور اكس، هي محور اكس، حط ابهامي هون، حط الفورس هون، كف ايدي شو بيكون؟ كف ايدي بيكون هاي المسافه، صح ولا لا؟ انت حط ايدك على الشكل، حط ابهامك باتجاه اكس الموجب طبعا، بحط ابهامي، بحط اصابعي باتجاه المية،
ايش عندي المسافه اللي طلعت؟ المسافه هاي، هاي المسافه كم؟ 5. فالمومنت اللي بعمله 100 في 5. طيب موجب ولا سالب؟ انا لما حطيت بهامي اصابعي كانت في ايدي باتجاه المحور ولا بعيد عن المحور؟ كف ايدي اللي حاب يشارك بعطي علامة. كف ايدي كانت باتجاه المحور، باتجاه المحور معناها موجب، تمام. بروح مثلا على القوة 400، بحط ابهامي باتجاه الاكس 400 لتحت، بلاحظ انه المسافة اللي موازي لكف ايدي بتكون 10 في هاي المسافة، هاي المسافة. طيب هاي العشرة موجبة ولا سالبة؟ ببساطة بلاحظ انه المحور وهاي تطلع معي ظهر ايدي، كف ايدي، كف ايدي بعيد عن المحور، فبتكون هاي سالب. هاي هي الفكرة. الخمسمية بتعمل لي مسافة؟ لا، ما هي متطبقة على المحور. ستمية بتعمل لي مسافة؟ لا. فمجموع المومنت حول الاكس راح يساوي 100 في 5 ناقص 400 في 10. هذا بشو بسوي؟ بسويه بالريزلتنت في المسافة واحد، بتطلع معي المسافة واحد. هيها 400 في 10 زائد 500 في 0، 600 في 0 زائد 100 في 5، 100 في 5 ناقص 400 في 10، بسويها نظام المحصل قديش تعمل مومنت حول الاكس. بالنسبه لواي نفس الفكره، الزوم راح يطفي، راح ابلش كمان دقيقتين، كمان دقيقتين برجع فوت وبلل اللي عنده سؤال، اطلعوا وارجعوا فوتوا كمان دقيقتين. يعطيكم العافيه.